يعطيكم. جلسة اليوم هي التنمية البيئية. صراحة الموضوع بالنسبة لنا هو جديد، نحن ما صار مقارنته سابقا من عندنا، رغم أننا نشوفه مهم وهو كبعد من أبعاد التنمية البيئية اللي هي أمام اللي تخيل كل الأستاذ لحضراتكم. ضمن الأبعاد بعد من الأبعاد الخمسة اللي عم نحكي نحن عن التنمية السياسية، التنمية الاقتصادية، التنمية الاجتماعية والتنمية الثقافية، بالإضافة إلى التنمية البيئية. البيئة هي بالنسبة للواقع، مش لأنه أنا مهتمة فيها أو البعض مهتم فيها، فهي كل شيء. يعني البيئة تشمل كل شيء، كل مواردنا، كل حياتنا مرتبطة بالبيئة. فبيعز علي كثير إنه يكون بذهن الأغلبية إما موضوع ما أنا مهم، إما ما نعرف عنه شيء. يعني البعض بيعرف عنه بس ما أنا معتبره أولوية، رغم إنه حياتنا مرتبطة، غذائنا مرتبط بالبيئة، صحتنا مرتبطة بالبيئة، أطفالنا عم يربوا بالبيئة، نحن عايشين فيها. يعني المخالفات اللي اليوم واضحة تجاه البيئة أو الجهل بكل مكوناتها وبكل ما لها وما عليها، يعني وصل للحد اللي نحن نسميه الخط الأحمر. هي وصلنا بكل فروع البيئة، لأن البيئة كلمة واسعة جدا، ابتداء الإنسان جزء من البيئة، العالم النباتي كاملا، البري والزراعي بيئة، العالم الحيواني كمان بشقين البري والزراعي، يعني ما يؤكل كمان بيئة، اليابسة، البحر، السفخات. الحقيقة في حجم يعني أهمال لهذا الجانب فاق الحد. الحقيقة لنبني حياة سعيدة غير أنه لنبني وطن، قولا واحدا بدنا إنسان واعي بيئي. أكيد يعني قبل 9 سنين أنا بوصفه بالكارثة، فما تسألني عن توصيفه خلال 9 سنوات إطلاقا. يعني أبسط مثال هلا سريعا بيخطر على بالي، في مثالين كتير بوجعوا العيون. يعني العقوبات كانت شديدة الوطأة وقاسية جدا ومظالمة وبدها الحقيقة متابعة حقوقية و طيب. هذا الإنسان السوري لو كان واعياً ويدرك ما فعل لما فعل ما فعل. يعني الزيتون، خليني أعطي مثال، محتاج هو حطب ويدفى. أنا بفهم حاجته للبرد، بفهم حاجة إنه بده يدفى. في فرق كثير بين إني أقلع زيتوني بين إني أقصر على ارتفاع نص متر أو متر، لأنه الحقيقة لو بيفكر بحاله مش ما بدي إياه يفكر بغيره. طبعا أنا بدي إياه يفكر بغيره أكيد، بس لو بيفكر بحاله كان بيقول خلي هالشجرة ترجع تعطيني فروع وترجع تدفيني أنا بعد 3 سنوات. مع الأسف وصل الجهل والطمع خليني أقول العنف لمرحلة ما عدنا شفنا شو عم نساوي. فهذا مثال هيك سريع خطر على البال، هذا لأثناء الأزمة. اللي ما صار له زمان يعني ما عم بقدر حقيقة مخي قاصر على قبوله أو تحمله. واحد يحرق غابة ليطلع فحم يشرب أرجيلة. يعني بس خليني أحلل هاي الجملة. يعني الأرجيلة ذاك اليوم بالصدفة اجتمعت في أخ من إحدى الجمعيات اللي عم يتابعوا موضوع سرطان الحنجرة. نسبة سرطان الحنجرة بالشباب صارت كتير عالية. حجم الوقت اللي عم يروح من الشباب ومن العمر، ثروتكم الحقيقية هي عمركم. كيف بيجي من إلكم تروحوا عمركم عم تدخنوا لحتى تحرقوا صحتكم بهي الطريقة؟ ما عم بفهم. يعني ما في كنز اغلى من الصحه. فقط مثل ما قلت لي البيئه هي كل شيء،
انه من الصوره النمطيه اللي نحن بنشوفها الاجيال او بتتعلقنا بالاجيال مثل موضوع التلوث اللي نحن بنشوفه بشكل اساسي او بنروح على موضوع قطع الغياب المائي. لكن حقيقه يعني لما بدينا نحكي عن البيئه فانا بكون عم بستغرب كل هذا الحديث. الازمه السوريه خلت البيئه هي الضحيه الصامته. نحن لما كنا عم نجهز لهذه الجلسه كثير ناس اعتبروها انه هي ترى اليوم تمام. هل اليوم الحديث عن البيئه هو هلا وقته؟ يعني نحن عم نحكي عن الحياه البيئيه، زائد انه اذا بدنا نحكي اقتصاد ما هو الاقتصاد على شو مبني؟ الاساس على الموارد. حفاظ على الموارد، اذا ما بنفكر نحن بطريقه انسانيه كثير عظيمه، حفاظ على الموارد هو حفاظ حياتنا، يعني شئنا ام ابينا نحن والا بنفتح لنا الهواء مثلا بالجنوب العامي ما بنلاقي شيء لا ناكله ولا نعيش منه، بيعتبروا انه جدا سخيفه وجدا سطحيه. وبدا قدمت مشروع احد مشاريعنا مقدمين على منظمه دوليه كان هو له علاقه بالتربيه البيئيه وكان مع اطفال مهجرين يعني كانوا مهجرين. اعتبروه انه كثير رفاهي المشروع انه كثير متوقعين شيء رفاهي. ما يا جماعه اذا من هلا علمناهم ينتبهوا على الحنفيات اللي بقلب المركز اللي كان مركز ايواء وقته. حنفيات بمراكز الايواء والزباله اللي عم تنكب وشو اللي بتقرب عليه شو ما بتقرب عليه شو بنشتغل نحن عم نبني لجيل لقدام ما بيعرف شو بده يشتغل. والله ولا قبلوه حتى اعتبروه رفاهيه. للاسف في انا كنت عم بكتب شغله انه في محاولات ما بعرف اذا اطلعتوا على المنهاج. المنهاج السوري مثلا حاولوا مسائل الرياضيات يعملوها يعني حيطان وما حيطان شجره وتفاحه يعني حاولوا انه يربطوا مع انه الطفل انه الحياه مرتبطه بالبيئه. في ساعه المحاولات جدا قاصره. الناس لسه ابدا ما انا شايفه انه نحن رايحين على منطقه كثير بشعه ورايحين على هذا الجهل رح ياخذنا على ابنا فيها كثير قله موارد ما بعرف اذا ممكن. انا بدي اسال ايش العلاقه بين التنظيمات والقوانين والقرارات الرسميه وتشكيل الوعي عند المواطن تجاه البيئه؟ بس بدي اطرح الموضوع من خلال مثال صغير انا في من خلال طبعا هذا الحكي ما له علاقه بالازمه والحرب وتوابعها، هذا الشيء موجود من قبل. احدى المحميات البيئيه بتعرفوا بسوريا في كثير محميات بيئيه كانت تتبع وزاره الزراعه تشرف عليها. في احدى المناطق اللي كان يطلب فيها مجموعه او عشيره من البدو كانت تعتبر هالجبل موطن لها. وهذا الجبل فيه شجره اسمها شجره البوق من الاطلسي تهتم بالبيئه. اجى قرار بتحويل هالجبل لمحميه لشجره البطن الاطلسي وترحيل الناس البدو الساكنين بهالجبل. صار في رد فعل عند الناس اللي ساكنين هون تجاه هي الشجره وصار هن انه طالما مشان الشجره بدكم ترحلونا فنحن بدنا نلحق على هي الشجره ونقضي عليها هون. فنحن عملنا رد فعل عكسيه لهذا القرار عند هدول الناس بدل ما نحن نوعيهم انه انتم مسؤولين عن هي الشجره تحموها لانه مرتبطه بوجودكم. ترحيله من هالمنطقه عمل رده فعل عكسيه وصار في دافع انه يقضوا عليها انتقاما لترحيله من هالمنطقه. ففكره الشيء الرسمي والوعي البيئي عند الناس يعني هذا التفاعل بيناتهم كيف ممكن يسخر بطريقه ايجابيه. فعلا بنتمنى نحن يتوسع حتى الحديث بهذا الموضوع. ولما كنا يعني بلشنا بالمقدمه ان نحن بنتمنى نحكي تحت اي ابعاد تنمية نحن على لما كنا نحن عم نشوف انه في احد ابعاد التنمية المحلية فكنا عم نشوف فعلا اليوم كيف البيئة إلى دور. كنا عم نحكي دائما بالقضية هل البيئة هي قضية وطنية حكما لكن مرتكزة المحلي بمعنى الشكل وطبيعة العلاقات الاجتماعية والاقتصادية وحتى الثقافية اللي بترسمها البيئة بالمجتمعات المحلية. مثل ما نحن اليوم حكينا فرضا عن شجرة البطن ما بنحكي فرضا عن منطقة اليوم ممكن هي حراجية وممكن إذا سمة سياسية لسمة سياحية وكيف هي رح ترسم شكل علاقات لابناء هاي المنطقه او المجتمعات. هذا مهم فعلا نحن نقدر نشوف مساحه التفاعل وشكله ما بين الانسان وما بين البيئه المحيطه فيه اكثر من بس عم نشوف كانسان سوري والبيئه نضل عم نحطها بس بعنوانها الكبير. تفضل استاذ. البيئه ليست طرفا ولن تكون. البيئه وهندستها هي ضرب من ضروب الامن. والدليل على ذلك ما قاله هنري كيسنجر في نادي روما يوما. الأمن القومي ليس القوة العسكرية وإن كان يتضمنها.
الأمن القومي هو التنمية. ولما كانت موضوع البيئة هي المحرك للتنمية والتنمية المستدامة، إذا تتبين من ذلك أهميتها والضرورة. أضيف إلى ذلك أن هناك موضوعا يكامل البيئة هو الصحة والسلام البيئية. كيف نفهم ذلك؟ نحن نفرق في البيئة بين منطقة المشروع أيضا والمشروع. بين قوسين نحن ندلل على موضوعة السلام. السلام لا يمكن أن تتحقق قولا واحدا إلا بتسييد ما يسمى بالـ HSE Health Safety Environment. عندما تكون هناك المنظومة متكاملة نضمن أن هناك ركيزة أساسية شطر البيئة. شكرا. بين التكريس بين الوعي والإعلام، يعني مثلا بيطبق عليك أنه بيقولوا رفاهية البيئة، نحن لازم نكرس الإعلام والوعي أنه هي ما رفاهية. عندك بدل كل شيء تعمله تحصده. يعني حاولت أنا أعمل سيرش مثلا هلا قبل ما أجي عن أي شيء بيتعلق بالبيئة أو ريسايكلينج، مثلا شفت أنه أنا حدا كب كيس بالبحر رجع له بعد 10 ايام وعم ياكل سمكه عم يقسمها طلع له بطل انيميا وكذا او كذا. فهن بيحاولوا يركزوا انه انت عم تضر حالك، مو قصه رفاهيه. ثاني شيء انه بتفهم انه هي موارد محدوده. طبيعه ما في شيء بديل عنها متى ما راحت، المي اذا انت عم تستهلكه خلص راحت النقطه ما عاد ترجع لك. الا مثلا موارد المياه دول بتتقاتل عليها. هي ما حترجع. وهون كمان بنصب على في انه نكرس كمان الطاقات المتجدده، وما لسه هي في ما كثير معتبره بالتاكيد. هلا الفكره اللي بدي احكيها موضوع انه نحن قديش عندنا دول، تعالوا نفكر ليش هلا نحن عم نجي نتوجه نحكي سواء كنا جمعيات ولا منظمات ولا ولا ولا، لانه اجوا قالوا لنا انه البيئه هو الترند هلا الامم المتحده تشتغل فيه. كثير لقينا انه الناس هيك رح تشتغل بيها، لانه في اتجاه دولي لانه هذا المكان انه نشتغل فيه. يمكن احنا وحده من مشاكلنا انه احنا ما عندنا الوعي البيئي سابقا قبل، ويمكن لو كان عندنا الوعي البيئي ما كنا وصلنا لهون. لما جينا نتعامل مع اطفال بالنوادي البيئيه وعم نشتغل معهم نكتشف انه احنا رجعنا عم نصمم الدليل، رجعنا لمناهج المدرسه. مناهج المدرسه كلها فيها بيئه، ومن كتب الابتدائي كلها في بيئه وفي طاقات متجددة وطاقات غير متجددة، في شيء عن التنوع الحيوي، لكن نحن عاملينه كدرس، ما حدا عم ياخذ البيئة كأنه رسالة، وإنه أنا وعي هذا الجيل بالمدرسة أو حتى قبل المدرسة، ودوري مثلا أنا ما بكون قامسة قديش عم ترفع الوعي عند الأطفال بموضوع البيئة، أو بأي مكان ما بكون متطوعة بجمعية إنه يكون البيئة هو اهتمام من خلال سلوكيات حتى كل المتطوعين، يعني مو مقبول مثلا بجمعية يكون في ناس متطوعين لسه عم يستخدموا كاسات بلاستيك مثلا، ونحن انه قابلين البيئه وحده من الشعارات اللي بنحكي فيها. فموضوع البيئه هو يعني ما عاد يكون بمكان معين، يعني انه والله درس بماده فمشيناه بالمدرسه. المفروض يكون نحن عم نشتغل على موضوع توعيه الاطفال واليافعين حتى الكل، يعني احنا من خلال توعيه الاطفال فينا نوجه رسائل حتى لاهله، فانه الكل يشتغل بموضوع البيئه، ونحن بدنا نبدا من انفسنا، يعني بدنا نبدا بالتوعيه. يمكن مو سهل بيوم وليله انا اعمل قوانين، وحتى اذا كان في قانون فتاع قديش مرتبط الانسان بتنفيذ القانون، طول ما حدا عم يحاسبني بنفذ، اذا ما حدا عم يحاسبني ما بنفذ. يعني احنا ما بدنا نقول انه نستنى ليصير في قانون يحاسب الناس اللي بترمي زباله، خليني بالاول ربي عنده وعي انه هو ما يرمي هذا الشيء بغض النظر اذا القانون موجود او لا. فانا بشوف من خلال تجربتي انه تنميه الوعي هي شغله كثير مهمه واساسيه بموضوع البيئه. تعقيبا بس على الموضوع، انه القصة يعني ما قصة تريند، كنا عم نحكي عن رفاهية، مو انه تريند الأمم المتحدة او منظمات دولية او كذا. في موضوع صار كثير ارجنت خطير عم يمس حياتنا بشكل يومي، ارتفاع درجة الحرارة هي مانا تريند عالمي وعم تمسك شخصيا، نقص مستوى المياه والعطش اللي عم نعانيه هذا ما عم نشوفه، الفكرة ما بتتحمل لسه رفع وعي في شيء اهم، يعني رفع الوعي على مدى طويل في شيء بحاجة لكثير شيء هيك يكون الوعي التراكم، بس الإجراءات الحاسمة ما بتتحمل لسه منتظر ليتشكل الوعي. دكتور؟ طيب
في عندي ثلاث أجوبة. هلأ مبدئياً بالنسبة للمحميات بسوريا، محميات مبدئياً في عنا 33 محمية غربية، ولا نتذكر قديش 42 يعني رعوية. المحميات لما بلشت بالعالم بلشت بنمط تبع الحماية الكاملة، وكل دول العالم مشيت بهذا النمط. منقول الحمد لله. أنا بسمح بس يعني بالنسبة لي لا بس أعرف يعني يمكن بيشاركوني جزء من الحضور، بس التفريق ما بيناتهم يعني أول مرة بسمع فيه إنه التمييز بعثة محمية. المحمية اللي الغابي من اسمها هي المحمية لحماية جزء من غابي. يعني مثلا مثل محمية الطيور، محمية الفرلوق، محمية الأرز والشوع، محمية البلعاس، محمية جبل عبد العزيز، وهلا بوصل بجاوبك على عبد العزيز. محمية المحميات الرعوية، نعم أبو رجمين، أنت عم تحكي عن أبو رجمين. محمية محميات الرعوية هن محمية بالبادية. نحن سوريا 45 بادية و55 حضر وزراعة، ف 45% من مساحة سوريا هي محميات، فيها محميات بادية مثل محمية التليلة، محمية وادي العزيز. طبعا طبعا. هلا رح اجي لكيف بنعمل محميه. هلا القديم كثير كان حمايه كامله، بس مو اليوم، اليوم من عشرات السنوات صنفوا المحميات كعشر انواع محميات. واحده منهم، واحده منهم في محميات بحثيه، في محميات بسموها الانسان والمحيط الحيوي. الانسان والمحيط الحيوي وكل القوانين الجديدة الناظمة للمحميات لا تسمح بترحيل شخص. انتهى هذا الزمان، وهذا الزمان مر مو بس علينا، على كل دول العالم، انه المحمية البحثية لازم ما يكون فيها حدا. لا لا، هلا تغير. نحن المجتمع المحمي بجزء عايش جزء من المحمية، لانه الانسان هو المتنوع. فاليوم في عنا إنسان محيط حيوي، في عنا محميات، في عنا كثير أشكال محميات. المنظمة الدولية تبع الـ IUCN حددتهم بأعداد وتوصيف كل محمية. فصار مشروع كثير مهم بسوريا اللي انتهى 2012، يعني بلش 2005 ومدى 7 سنين. نشغل بشكل يعني خليني أقول علمي يخضع لقواعد دولية علمية ثلاث محميات، محمية أبو قبيس، ومحمية الفرلو، ومحمية جبل عبد العزيز. بيكون جزء من هدف المحمية تثبيت المجتمعات المحلية بأماكنها تستفيد لها حق بهذا المكان، حق تستفيد منه ولكن بعلم وبقدر. يعني نحن بنحكي تربية غابات، بنحكي يعني إذا عندي نبات طبي بمحمية معينة ما بيسمح للناس تعمل يعني قطف جائر لهذا النبات، لا نحن من نظمه. لابد من تذكير إنه بالبادية السورية في نظام الحمى. هذا النظام عبر مئات السنين كان قائم، ولابد ما نرجع له، وفي بداية عودة له. لأنه الرعي لما أنا برعى منطقة معينة أكثر من اللازم، نحن مسموح الرعي بس مش مسموح الرعي الجائر، مسموح الصيد بس مش مسموح الصيد الجائر. يعني لما منقول خير الأمور الوسط ما حدا بيقتنع بهالحكي، كل شيء بالوسط هو الصح. السياحة مع الأسف نحن شعوب، أو أنا خليني أحكي عن حالي ما بحكي عن حدا. أنا شعوب يعني نحن بنمشي من دون ما نطلع حوالينا منيح الحقيقة. يعني العالم اللي تقدم علميا
تجاه المحميات وخوفه على البيئه مو من 10 سنين، من 20 سنه بلش في شيء اسمه سياحه بيئيه. بس نحن في عنا مشكله، انا ما عم بعرف الصفر لعلماء نفس، انا بعلم النبات بعلم النفس، انه ليش مصرين كله تكون سياحه بالمطعم؟ نحن افراحنا بالاكل، اتراحنا بالاكل، سياحتنا بالاكل. نحن في عنا مشكله كبيره. مو بس هيك ضوضاء، يعني تلاقي رجال مدفن معهم الا بالجيب ويلا. تمام، فالاصرار تبع 5 نجوم و4 نجوم والمرض تبع دبي، هذا مرض انا بسميه مرض عضال يعني. اكيد اكيد اكيد. فالسياحه البيئيه هي استمتع بالطبيعه وبنفس الوقت احترمها. والانترنت مفتوح، بس لشو راح؟ راح للتعليم؟ اليوم انا اذا بدي اتعلم على السياحه البيئيه ولا اذا بدي اطلع على التنوع الحيوي ولا بدي اشوف تبدل المناخ؟ يعني موضوع البيئه كبير، ولا جلسه ولا اثنين ولا ثلاثه، يعني ببلش وبحط بلاير بسحب لي اياها 10 ساعات وما بكون بلشت. وانا ماني مختصه بكل انواع البيئه اطلاقا، في مختصين كثير بكل موضوع بنحكي فيه. فسواء بدي احكي بالسياحه قبل ما اقول عملوا وساووا، انا لما ربيت طفل يعني الكشافه مثلا، او لما كنا صغار كان في اشكال ثانيه من الكشافه على زمان قديم جدا، نروح نعمل رحله ما كان في لا سله ولا شيء، بس نحن من المدرسه ومن البيت كان ما بصير حدا زت الطريق ولا بالشارع، كان محرمات. اليوم مع الاسف ما بقى في شيء اسمه محرمات للاسف، فالمشكله مننا كلياتنا كلنا 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 بلا استثناء. بحب اشير الدكتورة انه لا، في عنا سياحة بيئية والسياحة صارت وصلت لمستوى كتير كويس ومتطور، و هي بلشت من حوالي 5 6 سنين وهلا صار في عنا كذا فريق بسوريا بينظموا رحلات دورية لأماكن كتير، ما كان حدا من كم سنة ما كان حدا بيسمع فيها. أنا من الساحل السوري، أنا عم بسمع شو محلات حياتي ما سمع فيها، زائد انه هدول مو بس سياحه، زائد عم يعملوا وعي بيئي كثير كويس، الناس عم تطلع بالعشرات كل اسبوع وعم يرجعوا بدون ما يتركوا اي زباله وراهم، بدون ما يتركوا اي وسخ، بدون ما يخربوا اي شيء. صح؟ ايه، عم يسووا مبيت وكذا وكثير، مو بس مداخله صغيره. السياحه البيئيه بسوريا موجوده من اكثر من 20 سنه قولا واحدا، من ايام الكشافه 30 او 40 يمكن، بس كانت ظاهرة محدودة. بتطور البيئة الغلط، بس لسه بتلاقي في حدا مستثمر رجع باله يعمل اوتيل 5 نجوم بوسط غابي. انا ما عم بحكي عنه، الشغل تبعكم الشبابي موجود من زمان، وفي مختصين بالسياحة البيئية بدون ذكر اسم اليوم، بس الظاهرة انه عم تنتشر، الله يعطيكم العافية. انا عم بحكي على اسرارنا او اسرار البعض منا عن السياحة في 5 نجوم. استثمر على حساب، تمام، استثمر على حساب البيئة. محمد، فيني يعني اطور بس على حديثك، اليوم هذا الشغل يمكن نحن كمان كنا في مرحلة جزء من المسير، بنقدر نعرف الاعراف اللي بتصير بالمسير، الاعراف الايجابية بتفيد هذا الشغل، لكن هل هذا اليوم طلع لمستوى وعي جمعي ولا ضل هو بس ضمن هاي المجموعة؟ يعني اليوم هو عم يتكرر في المرحلة فيها لسه ما طلعوا كل المدرسة، متابعهم لكل الصفحات، متابع الإدارة، وعندي أصدقاء عم يطلعوا في عالم بيشتغلوا معهم. لما يطلع واحد 100 و200 و300 و400 صاروا الاف الاشخاص عم يطلعوا بشكل سنوي، المناطق كثير مختلفه بسوريا ومو بس بالساحل، بكل محل. ولما مره ورا مره عم ينتزوا بهالقوانين وعم ما يكون في اي مشاكل، هذا بده يخلق وعي عشان الشريحه عم تتوسع شوي شوي. ثاني شيء انا بختلف كمان عن الدكتوره بموضوع الافراد، لا، انا بشوف الحل الاكبر هو على الحكومه. ستيفن بينكر بكتابه التنوير الان بيقول لك انه مستوى الوعي بكل شيء، خصوصا الوعي البيئي، هو مرتبط بشكل كامل بموضوع الرفاهيه. انت شعب ما له قادر، ما له عنده، ما له مأمن لقمه عيشه، ما فيك تيجي تحكي له انه عم بحافظ على البيئه، ما له قادر يوصل لهالمستوى من التفكير. لما الشعب توصل له كل احتياجاته وبيوصل لمرحله معينه من الوعي والتفكير، وهذا بصير فيه يعالج المشاكل البيئيه. انا الحدث عشته يعني بجبل ابو رجمين ومحميه القطب الاطلسي بجبل ابو رجمين،
وكانت شكوى، انا ما اطلعت على القوانين او على قرارات محافظ بالترحيل، بس كانت شكوى الناس لهذه المنطقه هي انه في قرار بترحيلهم وانه نحن ما رح نتركهم، ما رح نتركهم ولا شجره بهي المحميه. وصار شيء مشابه بذكر كمان بطائر ابو منجل، بتذكر محميه ابو منجل اللي على اساس محميه ابو منجل كمان صار في انه صاروا الناس حقدا بدهم يقتلوا طائر ابو منجل. صار هل هي عم لك حكي اللوكلز تبع المكان؟ لا بس انا شكوى ابو جميل هي من هاي المنطقه، نحن ما راح يسمح له يرحلونا بسبب محميه، وقد يكون هي اشاعه بيناتهم، بس نحن فكره الوعي حياتي يعني بتخليهم يتمسكوا بالفكره او يحاربوها. هي ناحيه فكره انه السياحه البيئيه الحياه يعني مش بس مثل ما قلت من 20 و 30 سنه بغياب الكشاف عنا بس انا عم بحكي قبل 2011 2009 وما قبل صار في انديه سياحه بيئيه بغض النظر عن المسيرو، ونحن كنا جزء من نادي سياحه بيئيه بغض النظر عن نشاط اسمه مسيرو، وكان في سواح اجانب يجوا على سوريا لمراقبه الطيور او لاشكال ثانيه من السياحه البيئيه. اربع من 2011 صار فرق المسيرو رجعت تشكلت بال 2000 من اربع خمس سنوات، هي فرق جديده رجعت طلعت احياء للشيء اللي كان بال 2011 يعني. بصراحه لسه ما كان في انديه سياحه بيئيه بلشت تتشكل بسوريا وبضغط استثماري بس نظيف للبيئه بالتاكيد. بدنا نحكي بس عن نقطتين قبل ما اعطيك الكلام. نحن حكيت الدكتورة عن موضوع المرأة، وهو هذا السؤال بنطرحه اليوم، حساسية المرأة لموضوع الاهتمام بالبيئة، هل فينا نجي اليوم نشوف في بعد جندري؟ يعني كمان إذا ممكن حدا يحكي عن هل اليوم في ممكن المرأة هي تكون عندها هي الحساسية أكثر تجاه موضوع البيئة وحماية البيئة، ممكن نحن نبني على هذا الأساس؟ حكينا كمان على موضوع يعني حالة النوادي السياحة أو الأنشطة أو المبادرات السياحية. حقيقة الأزمة السورية في مكان ما كان فرصة طلع كثير من المبادرات او كذا، لكن هي كانت عم تقارب العمل الدراسي او عم تقارب يوميات الحاله السوريه. اليوم هل في مجال انه نطلع مستوى لفوق ويكون في مبادرات سياحيه، يكون في مبادرات بيئيه او سياحه بيئيه او مبادرات بيئيه؟ لازم شوي بس نعمل اضاءه على واقع الواقع البيئي اللي كان موجود في ظل انه الدوله في حالة نهوض ومشاريع وتقدم يعني كان عم يمشي بموضوع الاقتصاد والمشاريع. يعني الصورة كانت كثير مظلمة في واقع البيئة، يعني مثلا إذا بناخذ المفردات تبعها إنه مثلا تلوث هواء أعلى نسبة بالعالم بدمشق مثلا، هي كمثال مدينة من المدن السورية، تلوث المياه الجوفية بشكل كبير، التلوث الصادر عن المياه، الصرف الصحي الناتج عن البشر كمان انه وين عم تروح، كمان مثلا مثال بالغوطه الشرقيه عملت كارثه، عملوا محطه معالجه بعذراء ما كملوا مراحلها كلها، رجعت مياه الصرف الصحي للنهر، النهر اللي عملوه الراجع تبع الصرف الصحي، قسموا فيه كل اراضي الغوطه دمروها يعني، وخلوا الناس تروي المزروعات من المياه هي اللي هي مياه يعني رائحتها قليلة ما فيها رائحة لكنها سوداء وفيها كثير من الأضرار الصحية. فهذا كان كمان إنه كيفية معالجة الصرف الصحي نحن ما كنا واصلين لمستوى يكون يعني لائق بالبيئة. نفايات معامل كان كثير منها بتصب بالأنهر بتصب بالصرف الصحي مع إنه هي مواد خطرة وكيميائية ويجب معالجتها وترسيبها ودفنها، يعني هاي بكثير من المعامل الكيميائيه، معامل الادويه، معامل البلاستيك، معامل هي حتى معامل اخذ الكونسيرف بتنتج كل مواد ملوثه. يعني كثير من المواد كانت ما بتتعالج، كانت من ضمن التراخيص. نحن طبعا بنشتغل مجال هندسي عم نشوف انه ما في كان قيود وضوابط صارمه على هذا الموضوع. تلوث المناطق الزراعيه كمان هذا اللي تبعه الصرف الصحي اللي صاب بالانهر لوث المصادر في المناطق الزراعيه بمدها، صار لنا نحن ناكل مثلا خضروات مجرسمه، صرنا نحتاج لو بدنا نغسل البقدونس ونغسل الخس والقوسين، يعني هي كلها كنا عم نعيشها ما دخلت حرب بالموضوع. اجتياح مخالفات للمناطق الزراعيه، سيطر العقليه المخالفه
عقلية المخالفة اللي قال إنه تدبر بعمر، هي العقلية أنتجت كمان تلوث بيئي بالمجتمعات اللي موجودة. يعني المجتمعات هاي اللي هي ما انبنت ببناء مديني، يعني أنا تطور طبيعي لتكوين حي ومدينة، أدى إلى إنه كمان هم طهروا البيئة يعني بشكل عموة، يعني صار استخدامات للحياة اليومية كثير سيئة حسب الظروف اللي عايشينها. نواتج الحرب مثلا اللي عم نشوفه نحن هلا مثل ما قالوا بعض الاخوه انه اجتياح المشاريع السياحيه لم تركوا الدنيا كلها وعبدوا المناطق اللي فيها محميات طبيعيه، أم الطيور في مشروع للسياحه هلا يعني عم بيحاولوا يقحموا، مع انه الطيور نحن ك يعني مهتمين بالاثار والتراث لازم تتسجل باليونسكو حتى نحن نحميها غصبا عنا، يعني لازم تسجل باليونسكو وليس بالتراث المحلي بس هذا كمحميه طبيعيه. انا شفت هذيك مره من اسبوع كنت باللاذقيه لطرطوس لمصياف، مشيت يعني بالجبال كنت يعني كنت بعندي يعني شفت بعيني ثلاث حرائق كانت عم تتوقد، ما في حدا يعني ما في حدا عم يغيث الطبيعه اللي هنيك، كلها اشجار زيتون واشجار يعني مختلفه، لكن الزيتون هو اللي عم يروح. يعني هي من نواتج الحرب. هلا بالغوطه اللي نجت الاشجار اللي نجت من الحرب والاعمال الحربيه كمان شفتها بعيني، لانه احنا عم نطلع بالنقاط باللجان تم حرقها بشكل مفتعل في دوما وحرستا ووادي العين درما من اجل تصحير الاراضي الزراعيه اللي كانت اخصب منطقه كانت يعني اراضي اللي ضمن عقاريا بحرستا من ناحيه مشفى حرستا العسكري، كانت احسن اشجار زيتون بالمنطقه هاي. انحرقت هلا اللي نفد وطلع يعني خلف انحرق بشكل مفتعل اكثر من 7 حرائق صارت بالصيف هذا بهالمنطقه الصغيره. يعني هاي الاعمال مثلا كمان نحن بنقول نواتج الحرب، انه انا عندي مناطق مدمره بدل ما انا حافظ على اعيد بناء او حافظ على المجتمعات، بس اعتبرتها كلها موجوده، صار في اقرار مخططات تنظيميه انا اعتبرتها كلها صحراء ولح ارجع ابنيها كلها، وانا حاعمل شوي خضار بديل عن اشجار خلف الرازي مثلا، خلف الرازي وكفرسوسه اللي ما بيعرفها كانت الرئه تبع دمشق، رئه دمشق الخضراء هي جزء امتداد الغوطه الغربيه والغوطه الشرقيه مثل ما قال الدكتوره كانت يعني هي التي تغذي دمشق بالهواء النقي والطعام، مو بس يعني في الطعام. فهي يعني حتى نواتج الحرب بلشت تظهر اجتياح اصحاب رؤوس الاموال، اصحاب مشاريع السياحيه تحت بين قوسين سياحيه مع احترام للسياحه، يعني عمليه تدمير ما تبقى من الطبيعه اللي كانت موجوده، وهذا يعني هذا يتنافى مع اي اقرار انه في قوانيننا اللي هي بتحاول، نحن عندنا قوانين بدها اعاده يعني اعاده صياغه كذا، ومقر في حالة يعني قلة وعي كبيرة عند جموع الناس. عندنا نحن كلها نحن مع أحسن من هذا، بس الوعي يعني لازم يكون في مبادرة من أصحاب القرار. أنا لما بكون أقول إنه هالمنطقة كلها إيموا وصل تخطيطها لباسيليا سيتي وصلت للقدم، قام كل شيء ما تبقى يعني خلف ما بين سيتي بعدين باسيليا سيتي، هلا تنظيم الأبوم الأجنبي وحرسة الغربية كانت أراضي زراعية في منها، قاموا كل شيء واعتبروا وأبراج. هلا مثلا الصيد مع احترامي كمان للهواية، الصيد مين بيعمله؟ هو هواية ترفية لأولاد المسؤولين والزنقيين. يعني أنا شو أنا صيد عندي كم طير أو كم حيوان لهي قرنطوب؟ خلص أنا بمنع، مين اللي بده يمنع؟ إذا فلان الفلاني مثل الصيد وقت 50 ليرة تبع حاسبوه عليها وإذا طلع ابنه الوزير آكل مدري قديش. يعني انا بدي انظر للموضوع بعيون مفتحه، ما انظر له بعين وعين. يعني انا حاسب المواطن باشياء صغيره والدوله ما بتقدم الشغلات الكبيره، يعني الصرف الصحي هلا تبع احنا اجى تقديم من الكويت عام 1992 ما وصل لعدرا ما تم اكماله، لازم تطلع المياه صالحه لاستخدام الزراعه، هيك لازم. مين مسؤول عن هذا الموضوع؟ ما هو المواطن؟
بس المواطن عم يشد يفتح نهر ويسقي اللي بده يطالع يعني العمليه بده يكون جمله كامله عمليه يعني تغيير جذري كامل باليه وعقليه الادارات الدوليه والقوانين اللي انا ماشي عليها حتى انا اقول انه واقر بعدين احنا بخطر يعني المواطن اللي عم بيته عايش مخالفه ما لها قر بموت قر يعني احنا بخطر احنا مثل ما قال الدكتور انه بكره لما ما بلاقي شيء اكله او ما بلاقي هواء نظيف هي يعني هذا ما ننتظر لحتى وقت الكارثه احنا اصلا نمر بالكارثه. لو سالت الوعي البيئي هي مساله رفاهيه السبب انه حتى هلا اذا بدنا ناخذ على المستوى الدولي الدول المهتمه او اكثر اهتماما على مستوى الشعب والحكومه مساله الوعي البيئي هي دول غربيه او دول ثريه عموما يعني بدون ما نخصص منطقه حتى ضمن الدول الغربيه نفسها الاحزاب الاكثر اهتماما بالبيئه هي الاحزاب اللي تمثل الطبقات العليا من المجتمع اكثر من الاحزاب على مستوى الامريكي الحزب الديمقراطي اكثر اهتمام بالبيئه من الحزب الجمهوري، الحزب الجمهوري يمثل الطبقه العامله البيضاء الافقر من الطبقه المتوسطه العليا اللي يمثلها الحزب الديمقراطي اضافه للاقليات. حزب الخضر باوروبا على نفس المقياس الطبقات كل ما عدت كل ما زاد اهتمام بالوعي. المساله الثانيه هل في دوله في حرب نجح بتنميه الوعي البيئي في اي مكان في العالم؟ انا عندي هذا السؤال وجهه منفصله. هل في دولة فيها ما كفية حرب نجحت بتنمية الوعي البيئي؟ طب نجحنا قبل الحرب؟ هلا بدنا نناقش نحن على مستوى سوريا عم نناقش كيف هي نقاط القرار والله الحرب امبارح صارت قبل وين كانوا يعني مظبوط وين كان وعينا وين كان؟ ثالث شيء مسألة القوانين أنا برأيي أهم من مسألة العمل على تنمية الوعي لأنه المجتمع بسوريا عنده روافد ليكون هو عام أكثر من المجتمع الأردني سواء كثقافة فلاحية احنا عندنا فلاحين اكثر ما عندنا عشائر. سواء كثقافه حضاريه مع احترام للاردن. ليش في عمان ما بيسمح للمواطن الاردني يكب وسخه؟ الشام بكب وقف والسوري ما بكب بعمان بكب بالشام وانا شايف العين. والسعودي نفس العمليه. نفس العمليه، فانا برايي القوانين اذا نحن اذا احتجنا 100 سنه فنطور الوعي القوانين قانون بسنه واحده بيقصر. بضل سؤال بضل يعني استفسار ناخذ لدينا جنة انا في عندي نقطتين، النقطة الأولى موضوع لما عم نحكي عن تغطية المدن أعتقد إنه ما حدا يعني كلياتنا شايفين ما فينا نغطي الشمس الغربال يعني بالأخير إحنا بدنا بيوت في توسع سكاني، بس ليش إحنا بنروح على الأراضي الزراعية نعمل فيها مشاريع سكانية؟ بينما إحنا فينا نوسع المدينة بأماكن غير صالحة للزراعة، يعني ليش بالمحافظ يعني بالأماكن المسؤولة عن هذا الموضوع؟ ايش ما في عنا هي الدراسة؟ يعني في مكان غير صالح للزراعة، روح اعمل فيه اللي بدك اياه. تيجي على أرض زراعية، أرض مردة سيتي، أرض لحقية تربة لحقية، قضيت ملايين السنين حتى صارت هيك بهالغنى. نجي بنقول بدنا نساويها تربة زيت، بدنا نساويها أبراج. علما إنه هلا عم يتقدم الرخص لمردة سيتي، عم تتقدم الدراسات للجنة المخططة بالمحافظة وعم تجي مع الرفض، ليش؟ لأنه لا يمكن تسميتها. لأنه الأرض غير صالحة. فنحن بحاجة بحاجة لثلاث مداخل، حاجة نشتغل على موضوع التربية ووعي بيئي ومثل وقيم عليا و حاجة قانون قوي محدث مضبوط بغرامات مضبوطة بالرقابة مضبوطة نشتغل عليه، حاجة المجتمع المدني يتفعل دوره بهذا المجال والإعلام يتفعل دوره بهذا المجال، هي أول نقطة. ثاني نقطة بنحكي كثير إنه أنا مثلا فقير كيف بدي أقول له والله أنت هلا تعال نهتم بالأمور البيئية وما بعرف إيش. كثير مشاريع بعد ما انا بلشت حديثي الاول قلت لكم انا قدمت مشروع لاحد المنظمات الدوليه وقالوا لي رفاهيه. هلا في كثير مشاريع يا اما زراعه فطر غلطانه انا شيء يا اما بيشتروا بقره للعيله سبل يا اما مشاريع سبل العيش ليش عملت؟ لحتى الناس تتثبت بمكان هي اول نقطه اللي كنا عم نحكي فيها نحن انه عم تهاجر ولا ما عم تهاجر لحتى تبقى بارضها هي لانه اوريدي بتكون ناس عندها ارض بس تقدر تمشي وهي بتقدر تحصل على مقومات العيش الاساسيه، تعيش من زراعه او تعيش من شيء تربيه الحيوانات والبيئه. اخر نقطه نسال اذا البيئه المدنيه اذا في دوله نجحت بموضوع تنميه الوعي البيئي بالحرب. في شيء مفهوم اسمه البيئه المدنيه، تربيه البيئه المدنيه. نحاول نساعد الناس انها تتجاوز الازمات اللي مرت فيها من فقدان بيوتها والاشخاص اللي بتحبها والكوارث اللي شافها بعينها بيئه الحرب. خلينا نساعدها على التعافي النفسي من خلال الزراعه ومن خلال التعامل معها. انا بس يعني هيك كملات صغيره على ذكر القوانين يعني بس يعني رح يكون لقانونين
قانون 49 لعام 2004 هو قانون النظافه، قانون 12 لعام 2012 هو قانون البيئه. يعني بتمنى انا من الكل يعني اهتمام يطلع فيها، حقيقه نحن ما عندنا مشكله، ما عندنا فجوه تشريعيه، ما عندنا مشكله قرار اكيد يعني لا هذا واضح. مشان نحكي اليوم كمان وهي نقطه اساسيه، شاكر لك انك انت قوتينا على موضوع الادوار. اليوم يمكن حكينا عن دور المدرسه، دور التربيه، فينا نحكي اكثر عن ادوار العلاقه بالقطاع الخاص المجتمع المدني منهم، اضافه الى يعني شو الادوار سواء على صعيد موضوع البيئه او على صعيد الوعي. اعتقد ان الوعي البيئي ليس حكرا على العامه بل هو ايضا يتعلق بالدراسات الهندسيه، ومن ذلك عدم ادراك سيء التوطين البشري. محطه عدرا تعاني من صرف معمل السكر واشكالاته في الهندسه الكيميائيه، وايضا معمل الاسمنت في عدرا الذي يطلق 15 طنا من غازات السي او في الساعه، بما يعني ذلك من خطر. بملاحظه ان عدد ضحايا التدخين في العام 7.2 مليون في السنه، بينما عدد ضحايا تلوث الهواء 8.8 مليون، وهذه الاحصاءات من الامم المتحده. الصحي ايضا موضوع الفلاحين دور جائر في حرف هدف محطه الصرف الصحي. ايضا نضيف المنطقه الصناعيه حاليا، هذه الملوثات حتى قبل المنطقه الصناعيه، قيام المنطقه الصناعيه اعتبر مربع عدرا اسوا مربع للتلوث العام. مثل ما تفضل زميلي موضوع الابراج في ماروتا سيتي على حجبا كبيرا لرياض دمشق، هذه سيئه الابراج. اضيف هناك ايضا محاضره عن المقابر قدمت في المؤتمر البيئي الخامس الذي انعقد مؤخرا. المقابر موطن خطير للملوثات، وبالمناسبه نتيجه تحلل الجثث المتراكمه. موضوع غاز البتروجين ملوث خطير جدا، ويجب ان تكون المقابر خارج المدن. انا بالنسبه لي البيئه راح اعطيكم تعريف بسيط صغير كلمتين، حياه وطنيه. لا هي امن ولا هي حياه وهي وطن. الإنسان عنده رفضين بحياته، الرفض الأول رفض لوالدته والفيطان والسياق البيئي، الرفض الثاني رفض وقت بيصير بمرحلة المراهقة بيصير يرفض الأهل بده يبني شخصيته، بده يتعلم، بتقول له أخي لا تشتغل هاي، بيقول لك لا بيشتغلها، خذوه السياسة بيصير لا بيشتغلها مثل ما بدها. هون الموضوع هذا المراحل الثلاثة هون بده يطورها. هون البيئة وقت اللي باخذه على الحديقة وقعد انا وياه شوفوا بتقول له امه ماما لا تكب هي في سلة هني كبة، بصير يكبها بيتعلم بصير لحاله وقت اللي بيمره بخبيها بجيبته وبكبها. الغابات كلها نوعين، غابات اما غابات هي اما ممهد الطرقات لها، واما غابة طالعة بشكل عشوائي يعني هي الطبيعة قاسية بالنسبة لنا، وخاصة الحرائق اللي صارت بتحكي عن الحرائق. فأنت ما بتحسن عم تشتغل الحرائق بس ما حدا بيحسن تطفيها، لا عندك كاهن، بدك تطفيها من الأعلى بدك فيران، بدك شيء مواد إطفاء كبيرة لحتى تقدر تطفيها، بدك طرق لحتى تمرق الآليات شو اسمه الآن في بلدوزرات بدك تقلب ومعدات وشو اسمه وتشيل تمهد بدك تستغني عن شيء لتحافظ على شيء، ما قدرنا نستغني عن شيء. طبعا في كثير لسه شكرا شكرا استاذ تفضل. بس بالنوع على فكره انه قصه الوعي ما بظن انه عن فقير وغني، بس اي مواطن بحس انه اذا شكرا لانه فعلا هي عامه فيها اساءه للغني وللفقير وللمتوسط، انه نربط الوعي يعني ما ندخل بهالمتاهة أرجو، لأنه الحقيقة التجربة يعني نحن جماعة الرقابة نحن قاعدين مع كل المجتمعات، يعني أندر من النادر بالنسبة لي أعمل زيارة ولا حدا يشوف، وغير عملي هو زراعة، وبالتالي أبدا أنا شفت الشريحة بالعكس الشريحة خليني اقول محدوده الدخل جدا
عندها وعي لأن الموارد قدامها محدودة، هي حريصة على الموارد، ما شوهتها المدينة. وين المشكلة؟ تسمح لي أن أكون شوي صريحة معك زيادة عن الموضوع لو خارج إطارنا. لما بنقل شخص من مكان عم يدير موارده إلى المدينة وبحطه تحت ظروف قاهرة مادية، وقتها يعاني من الفقر. أما المزارع بمكانه بأفقر مكان، يعني شفت في أماكن كثير من سوريا، ما بتتخيل قديش يدير الموارد أحسن من أحسن واحد يدير الموارد. أبداً ما دخل الوعي فقط إطلاقاً إطلاقاً. أرجو تفصلهم بذهنك مشانك ترتاح ولتقدر مظبوط تحط إيدك على الأذن الغلط. مش يعني اليوم عم نشوف مدينة دمشق، معلش مدينة دمشق 57 أخذت جائزة المدينة المدن العربية بالنظافة. 55 أرقى بالدولة بتاعنا. 55 كمان جائزة. بس 55 أكيد يعني. تجوز 8-55. صدقا بهذاك الوقت المجتمع الريفي بريف دمشق أكثر فقرا من اليوم بكثير بريف دمشق. بس كان في وعي بيئي، ما دخلوا بالمادة أبدا. يعني خلط الأمور دائما وربطها بالفقر. نحن اللي نشتغل بالفقر وبدعم سبل العيش مو من قبل الحرب بكثير. يعني كثير مؤذي للجميع، مؤذي للجميع. لما أحكي أنا هلا إنه الفقر مو بس من سبب وعي، الفقر منتج لكل آفات الجهل بما فيها الجهل، بما فيها الجهل. ما عم سيد الفقراء، أنا هذا ضمن أحصاء المعدلات المتحدة للطبقة الفقيرة. إذا بدي أحكي للفقر، بس مع الأسف ما حدا عنده عدل الشغل. أنا بحاول هلأ أحكي لكم. أنا بنت فلاح من ريف حمل الشمالي. ما كان ولا مرة الموضوع بالمستوى العائلي أسرة أو كثير أنا بتوافق على موضوع التربية، لأنه أنا كثير يعني بيعمل لي هلأ آخر فترة كون أنا بدأت جديد على الشام، وأنا بحب كثير أقعد بجنيت الأشياء. جنيت الأشياء عبارة عن مزدري تنظف صباحا من الثامنة للتاسعة، ولنا عم بحكي كل عام كل يوم في عام النظافة بيعملها أحلى جنينة بالعالم، ترجع عنده بعد 12 ساعة بتشوفها هي عبارة عن مزبلة. مزبلة فيها كحول بتتجاوز، يعني أرخص أنين الكحول موجودة حق 80 ليرة. ما بيجي يقنعني لأنه فقير أو مفقير يستفيد. ما بقدر أنا طالب طب ودكتور ومتخرج ومتحضر قاعد بيشرب مو بكبه هيك كبه هيك على المغربي بتطرش حدا بيعمل وعي الحديث تماما. ممكن انا لانه عندي انا يعني علاقه بالارض، كوني انا بنت فلاح وكثير بعرف تماما شو يعني الواحد يكون عنده ارض، وانا مثلا على مستوى ضيعتنا تعرضت لتدمير وشهداء و كان كل شيء عادي. لما قالوا في شجره عم ينحرق هون انا حسيت انه لا ضيعتنا انتهت او نحن بلشنا بالخطر. انا بعرف كثير ناس تشهدوا بالضيعه وببيتنا تدمروا وبيت الصبايا و بس انه اوكي. بس لما صار يقولوا في شجر عم ينحرق، في حرائق، في شجر عم ينقطع، في شجر تسلق حلبة، أنا هون حسيت إنه لا نحن متجهين نحو كارثة. اشتغلت كثير بموضوع كبير. كان عندي ملف بالجريمة 7 سنين تابعت برامج إذاعية تلفزيونية. آخر شيء كان عندي منبر بجنوب الشام كل يوم 3. كثير صعبت يعني باستماعي لمناقشاتكم ومجيئي لهون. كيف اجيت؟
جمعية أصدقاء البيئة أصدقائي ما يعطوا فيها بس بعتوني على الواتساب إنه في هذا المقام. وسمي إنه حركة بناء الوطن شغلة حلوة إنه يكون مجتمع الأهلي عنده رغبة بإنه يبني ويستقطب ناس، لأنه فعلا أنا برأيي إنه لن نستطيع أن ننهض بدون العمل الجماعي الأهلي. لأنه بدي أحكي يعني يوصل كثير ملاحظات عن الحكة، بس أولا يعني بدي أحكي عن تجربتي الإعلامية إنه كيف الإعلام بيكون مؤثر. يعني هلا أنتم بدأتوا بقصة البيئة وبدأتوا من فوق من القمة، يعني من آخر شيء وصلنا علم البيئة اللي هي التنمية. يعني من صرنا من 2002 قمة الرياض قرروا إنه البيئة هي التنمية المستدامة، ومشوا بقى بعدة مؤتمرات ومشاريع وإلى آخره لتجذر هلا الموضوع. وأنا بالنسبة لتجربتي يعني تجذر معي أكثر بإنه لا بيئة سليمة دون تنمية حقيقية. رح أقدم مثال واحد. في بحلب نهر اسمه نهر القويق، نهر قديم تاريخيا انطبق يعني بالقزارة، ولا سيما لما قطعوا الاتراك فتحول الى نهر مجارير ومكب قمامة. بالخمسينات ارتبطت حبة حلب اللي تسببها الزبالة بهالنهر. انا كنت صغير واهلي اصلا من حلب، يعني كنا نروح ونسمع احاديث من والله بصيبهم بجدر وكذا الى اخره، فكون عندي حب لانه افهم هالموضوع. أنا عبرني هالقصة لوجهي وأنا بهنيك، يعني شفتك إنك معبي مركزك رغم إنك شاب صغير، بس أنا بنصحك إنك تكون أكثر قدرة على إدارة الحوار، لأنه صار في نوع من الإسهاب والابتعاد عن الموضوع. عم بحكي هالقصة لوجهيك إنه إذا أنتم بدكم تمشوا بالموضوع البيئي وتاخذوا الشق الإعلامي مثلا، فكل شيء بينحكى بالإعلام كتفاصيل صغيرة تذهب هباء منسورا. كل شيء اشتغلناه على قصة يا جماعة لا تتركوا الأكل بالحديقة بعد ما تروحوا، ما تكسر، لا تكبوا الأرض، ما حدا بيتكسر، لأنه الإنسان يعني بالأداء الجماعي هو يمشي مع التيار، شوف فصخ بيكتب وصخ وبيمشي. المهم الإعلام البيئي لازم يستمر، وهذا الشيء انا عم بحكيه ما كثير مقبول باعلامنا. كتبت مره حاجه صراعتنا وتحني صرف، انا ما بعرف يعني نوع من الابعاد عن العمل. اعطوني ملف بيئي بصفحتين اعلانات عم اشتغل. حبيت انا اعبر عن قوتي الاعلاميه اني اشتغلت ميدانيا قصه نهر الكويت، فكنت كل فترة روح على حلب واسأل، إلى أن سأل مصطفى ميرو كان محافظ حلب، قلت له هالنهر الأسود هذا ما في طريقة، ما عم تفكروا بإنه تغيير وضعه؟ قال لي بلا عم بفكر. مين لك وعم بفكر؟ قلت له كيف؟ قال لي كل سنة بنحطه مشروع بهيئة تخطيط دولة ولكن ما بيتنفذ. قديش التكلفة كانت؟ قال التكلفة بسيطة، ما منين كنت تجيبوا مي؟ المي موجودة منين؟ من بحيرة الأسد. شوف بقى التنمية اللي أنتوا هلا قطعتوها شو مهمة. التنمية اللي عملت سد الفرات عملت بحيرة الأسد. بحيرة الأسد أخذ منها قناة اسمها قناة مسكني غنم اللي أنا بسميها نهر حلب الصناعي، 93 متر مكعب في الثانية تدفق هذا النهر. من هذه القناة عند منطقة اسمها السفيرة، فينا فينا ناخذ قناة صغيرة وهيك اللي صار ونضخها لمنطقة اسمها نيرة بحلب، وهذا اللي صار فعلا. وحطوا شيء ما يشبه الشلال واندفع النار 18 كيلو في حلب، 3 متر مكعب بالثانية، ماء عذبة، ماء الفرات. كيف وصلوا لهالطريقة؟ هن نفسهم سجل عندك اسم عبد الله درويش معاون وزير الري سابقا وهلا مستشار، بيقول لك انه انا لعبت دور هام. كيف؟ انا حفزتهم وجلدتهم
وتابعتهم بقوة. يعني كانت مثلا الدولة تطرح المشروع تقدم عليه الإسكان العسكري من إنشاءات عسكرية، وجهة تانية حطوا أرقام تفشل المراقصة، بروح أنا أكتب وعاطيني حرية جديدة، فشلت مراقصة أحياء قرب. الأسبوع الثاني ماذا سنفعل من أجل أحياء قرب؟ 3 سنين وأنا عم لاحقه، وين وصلتوا؟ بعدين رسل المشروع على شركة إنشاءات عسكرية أخذته وتابعته 3 سنين وأنا عم تابع. بالأخير سنة 2008 بكانون الأول رشّن المشروع بحديقة العامة بحلب، وربح حلب نهر نقي 3 متر مكعب في الثانية بالضفة، ويذهب إلى محطة المعالجة. فهالمثال اللي حبيت أقدم لك إياه لأنه بدلك على أنه أولاً لا بيئة سليمة دون تنمية، لأنه كل الحكي كل الإنشاء كل المصائب كل الخطابات ما كانت تروح الجرزان اللي عم تلعب على ضفاف النهر، ولا تروح الريحة اللي كانت تعمل مرض الصرع والصداع الشديد، ولا بيصير شيء أبداً. إيه والله لازم اللي خلص حلب من نهر الكويت الأسود هو مشروع تنموي كبير مرتبط مع سلسلة من التنمية في البلد. هالتفصيل الصغير تبعه انه اخذوا قناة صغيرة حفروا 30 متر تحت ارض بالصخر وعملوا محطة ضخ، وهالضخ صار شلال، والشلال دفعت المياه بالراحة الى محطة معالجة. بس طبعا للاسف كل شيء تدمر، كل شيء عم بحكي لك اياه تدمر، انتهى بهالحرب الصارمة. وهلا اجيال جديدة لازم ترجع بقى طالب بس البيئة هي قضية وطنية، وقضية أنا مختلف مع هذا الشيء، هي قضية عالمية للدرجة الأولى، فهي ما تقع على عاتق دولة محددة أو مؤسسات دولة، يعني هي لازم تنطرح كقضية عالمية بشكل أساسي. ثاني شيء أنا بعطي وزن للقوانين والتشريعات وتطبيق القوانين أكثر شيء أكثر من مجال التوعية طبعاً، بس الوزن كمان بيجي على التوعية، إنه خاصة عالمياً إنه الدول الأكثر يعني المسبب الأكبر للتغير المناخي هي الدول الصناعية، فهي مو إنه مثلاً من عالم تلوث اللي هي المصانع الكبيرة والدول الصناعية الكبيرة اللي ما تلتزم حتى باتفاقيات الحفاظ على البيئة اللي هن أكثر شيء أمريكا والصين معروفين. فإنه شايف فينا كمجال توعي كمان مهم إنه الضغط على الحكومات، الضغط على الشركة. الأخ ذكر إنه الموضوع البيئة هو الموضوع رفاهية أو إيه. هلا أنا بتفق معك واختلف كمان. هلا صح إنه ما مدى أهمية الاهتمام بالبيئة وتغير المناخ في ظل وجود مشاكل مثل الفقر، الظلم، الاضطهاد، البطالة، الجندرة، عدم المساواة. يعني أحيانا بالمجتمعات خاصة الدول النامية، يعني أنا في عندي نسبة بطالة مهولة، أو مثلا في عندي عدم مساواة، أو في مثلا ظلم، أو في مثلا، فأنا شلون بدي أهتم بالبيئة وأنا عندي هاي المشاكل. أنا بتشكركم جميعا. لمين